عقد البرلمان العربي جلسته الرابعة اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بمشاركة ممثلي مملكة البحرين من أعضاء السلطة التشريعية، حيث تم بحث العديد من القضايا الملحة على الساحة العربية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذ دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. بداية، مساء الخير أستاذ دلال، وما هي أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها اليوم في الاجتماع؟ طبعا في الجلسة العامة اليوم في البرلمان العربي تم استعراض عدد من الأمور، وأهمها بدأت في الواقع السياسي والحالة التي تمر بها عدد من الدول العربية. وطبعا تم الإشارة بشكل واضح حيال موقف البرلمان من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية. وأصدر البرلمان في هذا الجانب بيان يدين ويستنكر العمل الإرهابي الذي وقع مؤخرا بمملكة البحرين، وحث طبعا في هذا الجانب على ضرورة وقف استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين بما يؤثر على أمنها واستقرارها. وتم الموافقة على كافة أعضاء البرلمان ودعمهم لجهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها الوطني واستقرارها. في الجانب الآخر أيضا أقر البرلمان ميثاق البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف كمبادرة جاءت مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى اليوم تم أيضا موافقة مبادرة البرلمان العربي مع جامعة الدول العربية حول ضمان حقوق اللاجئين السوريين في الدول المضيفة من الدول الأوروبية من منظور إنساني وتشريعي. وايضا في الجانب البيئي حقيقه تم التركيز كثيرا على موضوع الاطار الاستراتيجي العربي للتنميه المستدامه، وتم التاكيد على ضروره العمل على وجود هيئات تكون متخصصه في هذا الجانب والتركيز على الواقع البيئي في الوطن العربي. وفي الجانب التجاري والاقتصادي ايضا تم التركيز على ان يكون هناك اليه لدعم والصعوبات العمليه التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية وفق الاتفاقيات الاقتصادية وما هي معوقات تطبيقها. وحقيقة كان في هناك أيضا توجه لأن يكون عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لدعم التجارة البينية بين الدول العربية. وآخر بند في مجال طبعا التركيز عليه كان في مجال حقوق الطفل، موضوع أيضا النظر لبعض التشريعات العربية التي تحتاج الآن في تطوير ودعمها وضع استراتيجية خاصة بالطفولة يتم العمل عليها. وختاما طبعا كان في تركيز على أن يكون هناك تنفيذ والمبادرة في الإجراءات التنفيذية لاجتماع رؤساء البرلمانات العربية الذي تم مؤخرا تحت رعاية عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، بأن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الصادرة عنهم بما يدعم ويعزز من العلاقات العربية على المستوى السياسي ووحدة المواقف في الدول العربية، وعلى المستوى الاقتصادي والمستوى البيئي تحديدا في الدول العربية. نعم، سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.